أنا اسمي محمود سعيد، أنا برودكت مانجر في شنايدر إلكتريك. بالنسبة للكورس، طبعا الكورس مفيد جدا من حيث الماتيريال، طبعا إن أنت تعرف يعني إيه بروجكت مانجمنت، وإن أنت تعرف إيه الخطوات الأساسية عشان تمانج فيها البروجكت بتاعك، سواء أنت سايت انجينير أو سواء أنت أنا مثلا بحتاجه لما أجي ألونش نيو برودكت. البرودكت عشان تعمله لونشنج هو بيتكون من تيم كامل، ولازم ان انت تدير التيم ده. الكورس طبعا الماتيريال كويسه جدا، الفاسيليتيتور طارق رائع، واتمنى ان شاء الله ان كل الناس تستفيد بالكورس ده، ويكون يعني خطوه للنجاح ان شاء الله. شكرا.